بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64 بعد 100. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول في حديث ابن عباس في قوله احفظ الله يحفظك، كيف يحفظ العبد ربه؟ نعم، يحفظ العبد الله جل وعلا بأن يحفظ طاعته بامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، هذا هو حفظ الله. حفظ الله حفظ شريعته، حفظ طاعته بأن لا يخالف أوامر الله ولا يترك ما أوجب الله عليه، وحافظ على دينه. فحفظ الله هو المحافظة على الدين، ومن حافظ على دينه وحافظ على طاعة الله فإن الله يحفظه من كل سوء ومكروه في الدنيا والآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. الله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، أحسن الله إليكم. السائل إبراهيم مصري ويعمل في الرياض يقول فضيلة الشيخ ما هي مراتب القدر؟ مراتب الإيمان بالقدر أربع كما قرر ذلك أهل العلم أخذا من الأدلة. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم كل شيء مما كان وما يكون في الأجل. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ كل ما يجري، كل ما جرى وكل ما يجري إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما صح في الحديث. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل ما يجري في هذا الكون، فلا يجري في هذا الكون شيء من خير أو شر أو محبوب أو مكروه أو كفر أو إيمان أو نفاق أو طاعة، فإن الله سبحانه وتعالى أراده وشاءه بإرادته الكونية، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يكون في ملكه ما لا يشاء، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المركبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فما يجري في هذا الكون فإن الله هو الخالق له، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكما قال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فيجب على المؤمن أن يؤمن بهذه المراتب الأربع. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا كتابتها في اللوح المحفوظ، وكتابتها في اللوح يستلزم علمها قبل ذلك إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، هذه مرتبة الخلق، نبرأها يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ إبراهيم مقيم بالرياض يسأل الشيخ أيضا يقول التحسر على فوات مصلحة دنيوية أو ذهاب مال يعاني منه الكثير، هل يدل ذلك على ضعف إيمان وتسخطه؟ نعم، هذا يدل على ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. الإنسان يفعل الأسباب، فإذا لم يحصل له ما يريد أن يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الله لو قدره له لحصل، فلا يسخط ولا يدري المصلحة، ربما أن المصلحة في عدم حصول ما يريده. قال تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيرضى الإنسان بقضاء الله وقدره ويعلم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، فلو أراد له هذا الشيء لأوجبه له، ولا يدري لعل الخيرة والخير له في عدم حصول ما يريد، وأن الخير فيما أراد وأن الخير في منعه منه وعدم حصوله، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويرضى بقضائه وقدره. وفي الحديث
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. أخيرا يقول فضيلة الشيخ في آخر أسئلة عن القضاء والقدر، ما تفسير الآية الكريمة في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا؟ نعم الله جل وعلا بين أنه سبحانه وتعالى يغير الأحوال، وأن الحال لا تدوم. إذا كان الإنسان على خير فإن الخير لا يدوم في هذه الدنيا، وإذا كان على حال يبدو الخير على حال سيئه أو فقر أو حق فإن هذا لا يدوم أيضا. فالله جل وعلا يغير الأحوال، والله وعد في هاتين الآيتين أن مع العسر يسرا، فإذا اشتد الأمر فإن هذا دليل على قرب الفرج، وأنه إذا اشتد العسر فإنه قريب، فإنه دليل على حصول اليسر. إن الله جل وعلا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر بالألف واللام معرفا بالألف واللام، وكرر اليسر منكرا، مما يدل على أن كل عسر فمعه يسران. ولهذا يقول بعض العلماء لن يغلب عسر يسرين، لأن النكرة إذا كررت دل على تكرر الشيء وكثرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل من المغرب يقول فضيلة الشيخ إنني من الذين يحبونكم في الله، وأرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يحدثنا عن الأولياء. نسمع كثيرا عن الأولياء، ونسمع كثيرا عن الكرامات التي تحصل لبعض الأتقياء، فهل لكم في ذلك حديث؟ جزاكم الله خيرا. أولياء الله سبحانه وتعالى بينهم الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فإنه ولي لله عز وجل. وليست الولاية محصورة على طائفة معينة من الناس، وإنما ولاية الله لكل من اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى. والأولياء لهم كرامات، وهي الخوارق التي يجريها الله على أيديهم، إما إكراما لهم وإما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم إليها. فالكرامات تكون إما لبيان الحق أو لحاجة الخلق، إما آية على الحق وعلامة على الحق، وإما أنها لحاجة الناس إليها. وليس من لازم الولي أن تكون له كرامات، فكم من ولي لله عز وجل ولم يجد على يده كرامات، فليس من لازم الولاية جريان الكرامات. ثم أيضا يجب أن نعلم أن الأولياء وإن جرى على أيديهم كرامات فإنهم لا يعبدون من دون الله، ولا يغلى فيهم ويعظمون أكثر مما من حقهم، فإنهم بشر مخلوقون فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتخذون أربابا من دون الله كما يفعل الخرافيون الذين يتقربون إلى القبور والأموات ويقولون هؤلاء أولياء. فأولا الولاية لا تثبت إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الولاية للمعين لا تثبت إلا بدليل، أما كل من زعم الناس أنه ولي يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وثانيا لو ثبت أنه ولي لله فإننا لا نتخذه ربا نطلب منه حوائجنا ونستغيث به في مهماتنا، وإنما نقتدي به في الخير ونحبه في الصلاح، ولكن العبادة حق لله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يستغاث به وهو الذي
ينذر له وينبح له ويصلى له. العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لمخلوق مهما بلغ من الصلاح ومن الولاية. هذا أصلا يجب معرفته، لأن كثيرا من الخرافيين ودعاة الضلال اتخذوا هذا وسيلة من الشرك بالله عز وجل، الدعاء الأموات والاستغاثة بهم، وإذا نهوا عن ذلك قالوا هؤلاء أولياء لله يشفعون لنا عند الله ونتقرب بهم إلى الله. فنقول لهم هذا هو الذي ذكره الله عن المشركين الأولين، قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عن هذا العمل ووصف أهله بالشرك، وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وصفهم بالكذب، الذين يعملون هذا العمل ويقولون هذا القول وصفهم بالكذب ووصفهم بالكفر، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الله نهى أن نتخذ من دونه أولياء، بل يجب علينا أن نعبد الله وحده وأن ندعوه مباشرة وأن لا نتخذ بيننا وبينه وسائط يبلغونه حاجاتنا، لأنه يعلم حالنا ويقدر على إجابة دعوتنا، فهو ليس بحاجة إلى الوسائط عنده. أحمد أرسلت من المدينة النبوية، أرسلت بسؤال تقول فيه منذ سنوات قمنا بأداء عمرة في اليوم 26 من رمضان، كان الزحام شديدا حيث لم نجد فندق للمبيت فيه، فرجعنا فورا إلى المدينة ونسيت أن أقص من شعري، ولم أتذكر إلا بعد مرور شهرين أو أكثر، ماذا يلزمني؟ أولا العمرة في وقت الزحام في يوم 27 من رمضان أو ليلة 27 من رمضان وقت الزحام، هذا لا داعي له ولا دليل عليه. تخصيص ليلة 27 أو تخصيص العشر الأواخر من رمضان وقت الزحام هذا غير مشروع، لأنه فيه خطر وفيه زحمة شديدة، ولا يتمكن الإنسان من أداء المناسك على المطلوب، بل لا يتمكن من الصلاة على الوجه المطلوب بسبب شدة الزحام. والله لم يشرع لنا هذا. العمرة في رمضان فيها فضل وفيها خير، لكن يأتي في الوقت الذي ليس فيه زحام في أول الشهر مثلا، ولا يتأخر إلى أن يشتد الزحام ثم يأتي للعمرة. رمضان كله وقت فاضل وكله وقت للعمرة، فيأتي في الأوقات التي ليس فيها زحمة حتى يتمكن من أداء العمرة على الوجه المطلوب، وحتى يتمكن من عبادة الله في المسجد الحرام على الوجه المطلوب، وليس فيه زحام وليس فيه خطر. أما ما سأل عنه السائل من أو السائلة من أنها نسيت التقصير للعمرة، فإذا ذكرت في أي وقت ذكرت وفي أي مكان فإنها تقصر من رأسها، لأن التقصير ليس له مكان معين، يجوز في كل مكان، فعليها أن تقصر من رأسها بنية التقصير للعمرة ولو بعد زمن، ويجيبها ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. محمد في ثانية أسئلتها تستفسر فضيلة الشيخ وتقول ما هي الطريقة المثلى جزاكم الله خيرا للتخلص من الوسواس في الصلاة واليدين والطهارة وفي كل شيء، وأعاني كثيرا من هذا، فأرجو منكم الدعاء فضيلة الشيخ صالح. إن شاء الله أن يعافيك من الوسواس. الطريقة للتخلص منه هي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أحسست بشيء فاستعيذي من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان. وكذلك لا تلتفت إلى الوسواس، ارفضيه رفضا تاما ولا تتأخري به، فإذا رفضتيه وتركتيه فإنه لا يضرك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من برنامج أبو عبد الله يستفسر عن عبارة فقهية تتردد كثيرا، الضرورات تبيح المحظورات. نعم، هذه مأخوذة من قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فإذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة وإن لم يأكل منها فإنه يموت من الجوع، فإنه يأكل من الميتة، تباح له الميتة بقدر الضرورة، ما يدفع ضرورته ويبقي عليه
حياته، هذه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. نعم. أحسن الله إليكم، من السودان وصلتنا رسالة من السائل الذي رمز لاسمه براء من عين، يقول: أولا أسأل عن السترة في الصلاة، كم طولها وكم عرضها وما حجمها ومتى توضع يا فضيلة الشيخ؟ السترة في الصلاة تستحب للإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه تكفي سترة إمامه، وليس للسترة وصف معين، وإنما تحصل السترة بما كان مرتفعا قدر مؤخرة الرحل كما جاء في الحديث، بشيء مرتفع قدر مؤخرة الرحل، وليس لها عرض ولا تكون مرتفعة جدا، وإنما تكون بقدر مؤخرة الرحل من حصاة أو شجرة أو جدار أو غير ذلك، هذه هي السترة. وإذا كان يصلي إلى جدار فإنه يكفي سترة له. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ، هذا السائل من السودان: هل يمكن أن أعامل التيمم معاملة الوضوء وذلك بأن أصلي به أكثر من وقت؟ نعم، صحيح أن التيمم يقوم مقام الوضوء عند عدم الماء، أي يصلي به أكثر من وقت ما لم ينتقض وضوءه، فإذا انتقض وضوءه فإنه يتيمم مرة ثانية، كما أنه إذا انتقض وضوءه توضأ مرة ثانية. الصحيح أن التيمم لا ينتقض إلا بما ينقض الوضوء، لأنه يقوم مقامه. نعم. أخيرا من أسئلتي، يسأل عن استماع القرآن الكريم وهو يتلى والمرء على غير طهارة، هل يصح له أن يستمع إليه؟ لا بأس بذلك، أن يستمع إلى القرآن وهو على غير طهارة، كما أنه لا بأس أن يقرأ القرآن من غير المصحف وهو على غير طهارة إذا كان يقرأ عن ظهر قلب وكان الحدث حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فإنه يمنع قراءة القرآن مطلقة، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة. نعم. هذا السائل الذي رمز باسمه أبو عبد الله ألف ألف المنطقة الشرقية، يقول: فضيلة الشيخ، لقد دار نقاش بيني وبين بعض الأخوان المصلين بمسجدنا الذي نصلي فيه في الحارة حول صلاة الركعتين عند الدخول المسجد والإمام يخطب، أرجو من فضيلتكم الفتوى حول هذا الموضوع، وهل هي جائزة أم لا؟ قلنا بأن الإخوة المصلين أولئك في ذلك المسجد على مذهب الإمام مالك. نعم، إذا دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له وجلس فقال له: قم وصلي ركعتين. وإذا قال أحد من أهل العلم إنها لا تصلى ركعتان وقت الخطبة عند الدخول، فنقول له: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتبع هو الدليل. والإمام مالك رحمه الله يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الحديث فلا قول لأحد. وهذا الحديث بين أيدينا، هو حديث صحيح أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن مجموعة من الأسئلة، لم يذكر الاسم في رسالته، ولكنه يقول: أستفسر عن الآية الكريمة الأولى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان أي الملكان اللذان نزلا من السماء، فإن الله أنزل من السماء ملكين يبتلي العباد بتعليم السحر، فنزل يعلمان السحر للابتلاء والامتحان، فإذا جاءهما من يريد أن يتعلم السحر نصحاه وقالا له: إنما نحن فتنة، يعني ابتلاء واختبار، لا على أن السحر حلال ومباح، ولكن نعلم من أجل الابتلاء والامتحان ليتبين المؤمن من الكافر، فينصحاني ويقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا من نصحهما وبيانهما وشفقتهما على بني آدم،
هذا هو معنى الآية. فهما لا يعلمان السحر على أنه جائز أو على أنه مباح، وإنما يعلمانه لأجل الابتلاء والامتحان واختبار الناس، من يقدم الإيمان ويترك السحر ومن يرفض الإيمان ويقبل السحر. والابتلاء والامتحان يجري على العباد. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن ذلك إنزال الملكين لأجل اختبار الناس، أيهم يثبت على الإيمان ويترك السحر، وأيهم يتزحزح عن الإيمان ويتعلم السحر. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي أهليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لفضيلة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء. شكرا لكم أنتم.